معايا سنة تانية؟ معايا سنة تانية؟ سامعني؟ ايوه تمام. يلا بقى مع بعض. احنا قلنا ان في حاجه اسمها ضمائر ايه؟ الغائب، اللي هو هو وهي. امتى بنستخدم هو وامتى بنستخدم هي؟ قال هو بنستخدمها مع المفرد المذكر. مفرد اللي هو ايه؟ واحد بس. طب مذكر اللي هو ولد. طيب غائب يعني ايه اصلا يا سنه ثانيه؟ قال لي غائب يعني مش موجود في وسطنا، مش قاعد معانا، مش بنتكلم معاه، مش موجود في المكان اللي احنا بنتكلم فيه. طيب امال هي بنستخدمها امتى؟ قال لي هي بنستخدمها مع المفرد المؤنث. وقلنا مفرد يعني ايه؟ يعني واحد. طب مؤنث يعني بنت. يبقى احنا خلاص كده اتفقنا ان هو بتيجي مع ايه؟ مع المفرد المذكر، وهي مع المفرد المؤنث. تعالوا بقى مع بعض الاسئله دي، اللي هيسمع اسمه يفتح المايك ويجاوب. تمام. ابراهيم، احمد وائل. احمد وائل، احمد وائل، بسمله، يلا بسمله. بيقول لي اكمل بضمير غائب مناسب. عندي هو وعندي هي. اول سؤال عندي، شوفي هينفع هياخد ايه، هو ولا هي؟ هو. طب الجملة كلها بقى هو يدافع عن وطن. هو يدافع عن وطن. ليه اخترنا هو؟ عشان مكتوب يدافع. يدافع دي ولا؟ برافو عليكي يا منى، برافو عليكي، اكسلنت شطورة. قفلي بقى المايك. جودي الصوت واطي. طيب سامع. طيب اوكي، نقفل المايكات وانتوا تسمعوا. جودي، جودي، كله يقفل المايكات يا سنة تانية. عمر تامر، عمر يس. يلا يا عمر بقى، ايه بس السؤال التاني وقولي هياخد معايا هو ولا هي؟ هو ولا هي؟ ايه بس السؤال التاني وشوف هياخد ايه. تانية كله يقفل المايكات ما عدا بس اللي بيتجاوب. مستنيك لك انت تجاوب. ايه؟ يدافع عن وطن. يلا يا عمر. يدافع عن وطن. لا احنا حلينا اول سؤال، احنا بنحل في السؤال الثاني. مش سامعاك، علي صوتك. نوت هي. نوت هي. طب هي ايه؟ كمل الجملة. استعجل الكلمة وانطقها. يلا. تعطف على الحيوانات. هي ايه؟ هي؟ لا انا سامع صوت. هي تعطف على الحيوانات. برافو عليك يا عمر. ماشي عمر ثروت. ايه في مؤنثة؟ عمر ثروت مؤنثة. برافو عليك. ايه في بتاع المايك. يلا يا عمر حل بقى السؤال الثالث. هي تساعد المحتاجين. برافو عليك. هي تساعد المحتاجين. ليه اخترنا هي؟
تساعد ديت تبتدي بالتاء، لو كانت بتبتدي بالياء كنا قلنا هو. برافو عليك، اكسلنت يا عمر، اكسلنت، فيري جود. ماشي يا عمر، اقفل بقى المايك. يوسف يوسف سيد. نعم. يلا يوسف سؤال، يلا السؤال اللي بعديه. يلا يا يوسف. هو يبني المجد. هو يبني المجد. طيب ليه اخترنا هو؟ عشان مكتوب يبني. لا يبني، ويبني لا. يعني ايه؟ بتدل على ايه؟ على المذكر ولا المؤنث؟ المذكر. المذكر، اكسلنت، اكسلنت يا يوسف، برافو عليك. ايه في المايك؟ يوسف عمر. يوسف عمر. يس ميس. يلا يا يوسف، بيقول لي اختار الضمير المناسب، اديني اول سؤال وبيقول لي اختار هو ولا هي. اقرا السؤال وشوف هتختار ايه. احنا في اول يوسف. او احنا فين بس؟ في رقم واحد ولا فين؟ رقم واحد. يذهب الى المدرسة. هي هنختار ايه؟ هو. هو يذهب الى المدرسة. طيب ليه اخترنا هو؟ ان هو مذكر. عشان هو مذكر. برافو عليك، برافو عليك يا يوسف، اكسلنت. حسن. حسن محمد. يس ميس. يلا يا حسن جاوب على السؤال الثاني. يلا يا حسن. هي ايه؟ كمل الجملة. هي تساعد امها. هي تساعد امها. طيب ليه اخترنا هي؟ علشان مكتوب هي. عشان عشان تساعد تدل على ايه؟ على المؤنث. شاطر يا حسن، برافو عليك. اقفل بقى المايك. زياد وائل. ألو. ايه يا زياد؟ يلا بقى معايا جاوب السؤال الثالث. اسكي الورد. يسكي الورد. يسكي الورد. برافو عليك، هنختار هو ولا هي؟ هو. هو. طب ليه اخترنا هو؟ علشان هو مذكر. علشان يسكي تدل على ايه؟ المذكر، فاخترنا هو. برافو عليك يا زياد. مايا. مايا. يس ميس. يلا مبارك. مايا جاوب السؤال. أني سؤال رقم كام؟ احنا خلصنا السؤال الثالث، احنا هنجاوب على السؤال اللي بعده. ها وصلت يا مايا؟ هاي كوز مبكرة.
هي تحفظ هي تحفظ هي تستيقظ مبكرا مبكرا. ليه افترضنا هي تستيقظ؟ عشان هي يوم طالع بنت. عشان تستيقظ بتدل على المؤنث. برافو عليك يا ماي اكسلنت. جانا يس يس مفيش ليه. يلا يا جانا جاوب على السؤال اللي بعده. مفيش ليه. رقم كام؟ سؤال رقم كام؟ سؤال الثاني يا جانا. السؤال الثاني اخر سؤال يا جانا. اخر سؤال هو طب كملي بقى الجمله كلها. هو ايه؟ هو يا عين هو يا عين هو يعمل في يعمل حافظ يعمل في الحفل. هو يعمل في الحفل. انت اخترتي هو صح؟ صح اخترت هو. طيب اخترنا هو ليه؟ هو عشان الياء معناها هو ولد. الياء هي ولد. برافو عليك يا جانا. يبقى احنا اخترنا هو عشان يعمل بتدل على ايه؟ على المذكر. برافو عليك يا سنة تانية. خلاص احنا خلصنا الشن النهاردة وتقلت الشن الجديد. باي باي. في حصة تانية؟ ميس في حصة تانية؟ ميس باي باي يا سنة تانية. في حصة تانية؟ انا جيت انت اخر حصة. ايه حبيبتي بتقولي ايه؟ دي اخر حصة؟ لو في حصة جديدة هنبعت له. اتفقنا؟ يعني هنقفل اللينك ده؟ دلوقتي هنقفله ولو في حصة هنبقى نبعت له. اوكي؟ اوكي. باي يا ماي. باي باي السنة الثانية. باي 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 باي.